اتكلمت في بداية الحلقة في رمضان لازم يكون عندنا نظام غذائي متوازن عشان نقدر ان احنا نصوم ونستفيد بفوائد الصوم، وفي نفس الوقت ما نتعبش، عشان في ناس عندنا عندها عادات غريبة مش وعادات غلط، عادات اللي بيصرف في الاكل، اللي بياكل اكل كتير قوي، اللي ما بياكلش اصلا كويس، اللي ما بيسحرش، يعني حاجات كتيرة. فمتهيألي معانا دكتور هشام الوصيف، هو استشاري السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي. دكتور هشام صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك؟ كل سنة اهلا وحضرتك بيك. طيب. كل سنة وانتم طيبين. في البداية احب اعرف من حضرتك عشان برضو نشرح للسادة المشاهدين فوائد الصوم في شهر رمضان، وفكرة ان احنا نكسر العادات الغذائية بتاعتنا ان احنا نصوم في رمضان، فوائدها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نبقى عارفين ان الصيام من اركان الاسلام ومن العبادات الصحية للجسم جدا، زي ما احنا بنحب ان احنا ناكل وبنحب ان احنا نشرب وده احتياج للجسم، زي ما احنا بنحب ان احنا ننام عشان ده احتياج للجسم. الصيام من الحاجات اللي احنا لما بنعملها بتفيد الجسم جدا وبتساعد في التخلص من السموم اللي موجودة في الجسم، بتنشط الكبد وتنظفه من الدهون اللي بتبقى مختزنة عليه نتيجة الصيام فترات طويلة، فبالتالي بيبدأ الجسم ياخد نسبة الدهون اللي موجودة على الكبد زي الجلايكوجين اللي هو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم بعد انتهاء السكر الموجود في الدم. فبالتالي من الحاجات اللي بتبدأ تساعد معايا في تنشيط الكبد. برضو من الحاجات اللي بتحسن معايا وظائف الجهاز الهضمي والقولون في حركته وانتظام الحركة بتاعته، بنريحه نتيجة الأكل الغلط اللي احنا ممكن بناكله طول السنة، بنملأ بطننا وبنديها على قد ما بنقدر فبالتالي بتضرنا طول السنة، فبنيجي في شهر رمضان وبنديها راحة شوية. للناس اللي هي ضعيفة الإرادة ما بتحاولش انها تعمل استارفيشن او بتحاول انها تعمل صيام او فاستنج في فترات من السنة، فبالتالي شهر رمضان بيبقى واجب علينا ان احنا نصوم لتنظيف الجسم. من الحاجات اللي بتدي نشاط عكس اللي الناس بتقوله تمام ان انا لما بصوم بحس ان انا هبطان وتعبان، ده ممكن يحصل له نتيجة ان هو كان متعود على كميات اكل ونوعيات اكل غلط، ما كانش منظم في اكله، فممكن يحصل معاه اول رمضان. او للاشخاص اللي بيميلوا شوية ان هم ياكلوا بعد الفطار بكميات كبيرة وعادات غذائية خاطئة واكلات دسمه، فبالتالي في نهار رمضان بيبقوا تعبانين. صحيح. فبالتالي هو عباده بتساعد معانا على التخلص من السموم وتنظيف الجسم، وبتساعد معانا على زياده النشاط والحيويه، بتنشط المخ وتزود التركيز، لان زي ما احنا عارفين اذا امتلأت البطون غابت العقول. دايما لازم نبقى فاهمين ان الرياضه في رمضان برضو من الحاجات المهمه، لان احنا لما بنصوم بيبقى الجسم عنده استعداد تام ان انا ممكن ازود الحركه والمجهود لتنظيف الجسم وتنشيط الدورة الدموية، فبنلاقي نسبة كمان الكوليسترول والدهون اللي موجودة على القلب اللي موجودة في الشرايين بتبدأ تتحسن معانا، فبالتالي بيبدأ الشخص يحس بالنشاط والحيوية والصحة، وبنطلع من شهر رمضان بفوائد كتيرة جدا في جسمنا. ممكن ناس بتحسها وناس ما بتحسهاش على حسب اتباعهم للنظام الغذائي الصحي في شهر رمضان. طيب هي يا دكتور بالنسبه للرياضه، وبعد كده هاجي لحضرتك على النظام الغذائي اللي المفروض نتابعه، او يعني روشته كده حضرتك تقولها لنا. بس الرياضه، هل الرياضه قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ دي نقطه مهمه جدا. طبعا احنا لازم نبقى واخدين بالنا ان الرياضه من الحاجات اللي بتزود لي معدلات التمثيل الغذائي، وبالتالي بتستهلك نسبه جلوكوز موجود في الدم. فالاشخاص اللي بيحاولوا يمارسوا رياضه الافضل ان انا بمارسها، او افضل الاوقات لممارسه الرياضه قبل الفطار من ساعه لساعتين ثلاث ساعات، او بعد الفطار من ساعتين لثلاثه، فبالتالي يبقى عنده قبل الفطار بيكون خلص او بيبقى نسبه الجلوكوز اللي موجوده في الدم قلت لاعلى مستوياتها، فبالتالي الشخص لما بيمارس رياضه بيحاول ان هو ياخد من المخزون اللي في الدم في الجسم اللي تحت الجلد او اللي موجود جوه العضلات أو اللي موجود في الكبد، فبالتالي بيستهلك منه ويبدأ يقلل نسبة الدهون اللي متخزنة في الجسم. بعد الفطار بساعتين ثلاثة برضو بيكون هو عنده نسبة جلوكوز دخلت عن طريق الأكل، فبالتالي هو لما بيمارس رياضة بيساعد في حرق نسبة الجلوكوز العالية، فبالتالي بيحافظ على نسبة السكر في الجسم بصورة متزنة. وزي ما احنا عارفين ان السكر مهم جدا انه يبقى ماشي في الجسم بصورة متزنة، ما يطلعش معانا قوي وما ينزلش قوي. للأسف في ناس بتهمل في الموضوع ده وما بتدركش ان احنا عندنا نسبة السكر اللي بتبقى داخلة من الاكل سواء من الكربوهيدرات او من غيره بتساعد ان الجسم يجوع او يشبع على حسب الكمية وحسب نوعيات الاكل اللي داخلة. فبالتالي طلوع السكر عن المعتاد
في الجسم او نزوله عن المعتاد في الجسم اللي هو النسبه الطبيعيه، والصوره السريعه في الطلوع او النزول بتخلي الشخص ان نهم الاكل يزيد معاه اكتر، الصداع والهبوط يزيد اكتر في رمضان، فبالتالي كتر الحلويات يعمل مشاكل في الصيام. طيب خلينا بقى يا دكتور نتكلم عن روشته حضرتك تقولها لنا كده، عن نفطر على ايه ونستنى قد ايه، لان في ناس كتيره جدا بتقول انه ممكن تفطر على تمر او شوربه وتستنى نص ساعه لحد ما جهازك الهضمي يهدى شويه عشان ما يحصلش شوك للجسم. انا مش دكتوره طبعا بس انا اللي بقوله لحضرتك اللي بسمعه يعني. مظبوط. فحضرتك ممكن تدينا روشته كده وتقولي لنا نعمل ايه بالظبط، لان كمان فترات قصيره جدا ما بين الفطار والسحور، وطبعا هندخل بقى على السحور بعد كده. خلينا نتكلم على الصيام الاول. اتفضل. جميل. احنا دايما في بنجرح صيامنا بحاجه بسيطه، ان احنا ممكن ناخد اي حاجه فيها نسبه سكر بسيط نتيجه انخفاض نسبه السكر العالي، عشان الناس اللي بيجي لها صداع. بالظبط. الناس اللي بيجي لها صداع، الناس اللي بتبقى مجهده، الناس اللي بتبقى عندها اعياء او وخم او تقل اثناء الفطار او قبل الفطار، يفضل ان احنا نعمل تهيئه للجهاز الهضمي، تهيئه للاعضاء الداخليه بارتفاع نسبه السكر عن طريق الثلاث تمرات اللي ممكن ناخدهم، عن طريق كوبايه عصير ممكن ناخدها، عن طريق كوبايه لبن مثلا ممكن ناخدها. الحاجات دي بيبقى فيها نسبه سكر بسيط، بترفع سريع نسبه السكر اللي بتبقى ناقصه في الجسم، بس ما بترفعهاش ارتفاع عالي، بس بيبقى ارتفاع سريع. في فرق بين علو السكر بصوره عاليه او ارتفاعه بصوره سريعه، لان زي ما عارفين ان ممكن الكيرف معانا يطلع مره واحده وبينزل مره واحده، او ممكن يطلع معانا تدريجي، وده بيحصل اكتر التدريجي مع الحاجات اللي فيها كربوهيدرات زي النشويات زي العيش او الرز او المكرونات. فالحاجات اللي فيها سكر احادي او سكر بسيط زي البلح، وده من افضل السكريات الاحاديه اللي ممكن ناخدها ساعه الفطار، ودي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا بناخد ثلاث تمرات وممكن ناخد معاهم كمان بروتين زي مثلا اللبن، فبالتالي انا خدت قيمه غذائيه متكامله، استنى بعدها نص ساعه لثلث ساعه وبعدين افطر، لان الفتره دي بتبقى كافيه جدا ان تديني احساس بالشبع، لان زي ما عارفين ان نسبه السكر لما بتعلى في الجسم بتدي احساس بالشبع للشخص اللي بياكل. صحيح. فبالتالي انا لما هيئ نفسي، فبالتالي لما بحط الاكل مش هاكل كميات كبيره، فبالتالي الناس اللي بتجوع وبتقول لك انا جعان وما بقدرش امسك نفسي، لو اتعود على العاده البسيطه ان هو بياخد ثلاث تمرات وكوبايه ميه او كوبايه لبن، ويقوم يصلي مثلا، ويقوم يصلي المغرب، وبعدين يبدا يجهز الاكل وبيحطه، فبالتالي بيعدي معانا التلت ساعه او نص ساعه وما بيحسش بيهم، هيجي ياكل هيحس ان كميات اكله قلت، بخلاف لو هو خد الحاجه المسكره وكان مباشرة بدون صلاة المغرب وبدون الوقت اللي هو من ثلث لنص ساعة. وجبة الفطار بقى تكون مكونة من ايه؟ بروتين وكربوهيدرات ولا زي للأشخاص العاديين احنا بنحاول ان احنا نعمل وجبة متزنة. يعني فيها كربوهيدرات من عيش بروتين. او رز او مكرونة. ولازم يبقى معاها اي نوع بروتين من لحمة او فراخ او سمك او بيض، اي نوع بروتين ممكن بناخده، وبالتالي احنا خدنا قيمه غذائيه متكامله، ينقصنا شويه فيتامينات ومعادن بناخدها من طبق السلطه او طبق الخضار، وبالتالي بتديني احساس بشبع اكتر، يبقى خدنا كده قيمه متكامله. في ناس بتحب تبتدي اكلها برضو بشوربه دافيه. صحيح. شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه لسان عصفور، اي نوع من الشرب مفيش مشكله، بس دايما نقلل شويه لو شوربه لسان عصفور من الحب بتاعها، عشان برضو ده بيبقى فيه نسبه نشويات. فبرضه من الحاجات الدافيه اللي ممكن نبتدي فيها بفطارنا اللي هي الشرب مع السلطات، فبالتالي بتهيئ لي الجهاز الهضمي برضه لاستقبال الاكل، لان بنبقى صايمين تقريبا 16 ساعه. 16 ساعه. والصيام الفتره طويله طبعا بتبقى عندي الجهاز الهضمي في مرحله انكماش شويه، حجمه بيقل، معدتي حجمها بيقل، ودي فرصه للناس اللي بتحاول تعمل رجيم او بتحاول تعمل انقاص وزن، لان هم يعودوا نفسهم على كميات اكل اقل، يعودوا نفسهم في رمضان على مواعيد اكل، لان احنا في الايام العاديه ممكن بناكل بصوره عشوائيه شويه. صحيح. ما بيبقاش لينا مواعيد ثابته، فرصه في رمضان ان احنا ننظم وقتنا، بناكل فطار وسحور في مواعيد ثابته، وممكن ناكل سناك ما بينهم. طيب خلينا بس نيجي عشان نخلص الفطار، الحاجه الحلوه بقى الناس اللي عايز تحلي كنافه والقطايف والحاجات دي طبعا رمضان ما ينفعش من غيرهم، فنستنى بعد الفطار بقد ايه ونبتدي نحلي؟ مفروض ان احنا بنستنى تقريبا ساعة فاكثر، يعني احنا دايما ما بناخدش الحاجة الحلوة وانا جعان، ما اجيش مثلا بعد فترة 3 4 ساعات اكون بدأت اجوع تاني وبعدين احط طبق الحلويات قدامي واكل. ده هيبقى فرصة ان انا ممكن ازود الكمية. صحيح. فبالتالي انا لو حابب ان انا اخد حاجة مسكرة، يفضل بعد الوجبة بساعة مثلا، ساعة ونص ساعتين، بعدها بنص ساعة، بحيث ان انا اخد منها كميات اقل،
ويفضل كمان ان الحلويات يكون فيها نسبة مكسرات شوية اكتر، لان بتديني شبع اكتر، الياف اعلى، بيبقى فيها نسبة بروتين، نسبة فيتامينات اكتر من ان انا اخد سكريات احادية او كربوهيدرات معقدة شوية بصورة سريعة، لان زي ما احنا قلنا ده بيعلي لي نسبة السكر مرة واحدة وبيخلي الشخص بعد كده يميل انه يجوع اكتر. حضرتك ذكرت كمان فكرة سناك، يعني ممكن حد ياخد سناك ما بين السحور وما بين الاكل، السناك دي تكون عبارة عن ايه؟ ممكن تبقى عبارة عن مثلا طبق فاكهة، بناخد ثمرتين ثلاثة فاكهة، ممكن اخد كوباية عصير مثلا لو انا بميل شوية للعصاير، ممكن اخد ساندوتش جبنة مثلا، اتنين بيضة مسلوقة، طبق شوفان صغير مثلا عليه نص كوباية لبن، على حسب ما الشخص بيميل. ما نحاولش ان احنا ناكلها وجبة دسمة، بتبقى سناك بسيطة عشان تحافظ لي على نسبة السكر وتزود لي معدلات الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي يبقى الجسم خد احتياجه اثناء فترة الفطار اللي هم 8 ساعات، ما حصلوش هبوط فترة بالنهار نتيجة ان هو خد احتياجه من الاكل وكمان احتياجه من السوائل، لان طبعا السوائل مهمة جدا في رمضان. المية بقى صحيح، المية نشرب قد ايه مية؟ ومهمة جدا انا ما اخدهاش دفعة واحدة، اقسمها على اليوم بتاعي من الفطار للسحور، ان انا اوزعها على كوبايات، كوباية كل ساعة، كوباية كل ساعتين، بحيث ان انا اخد ميه على قد ما بقدر. كم كوبايه بقى على قد يعني ما بقدر؟ على الاقل 8 كوبايات في الفتره دي على الاقل. في ناس بتقلل، بس الافضل ان احنا ناخدها بالكميات دي عشان اعوض نقص الميه اللي ممكن يحصل لي، وخصوصا ان الجو حر، احنا في صيف. صحيح. والصيف طبعا بيحتاج ميه اكتر. الميه زي ما احنا عارفين بتبقى داخله في تركيب جميع اعضاء الجسم الداخليه، فبالتالي نقصها ممكن ياثر معايا في وظائفها، فاحتياج المية لازم ناخده بصورة كافية مع احتياجي من الفيتامينات والمعادن اللي احنا قلنا ان احنا بناخدها في وجبة الفطار بصورة متكاملة. طيب نيجي بقى للسحور، حضرتك شايف عشان في ناس بتنصح بأكلات معينة في السحور عشان تساعدنا في فترة الصيام، فايه اللي احنا محتاجه جسمنا عشان نقدر ان احنا نصوم وما نشعرش بإعياء زي ما حضرتك بتقول، ولا ندوخ ولا يجينا صداع؟ في ناس بتجيلها مغص بيبقى قوي جدا كمان، متهيألي قولون مش عارفة. الناس دايما اللي بتصاب بمشاكل في رمضان في الجهاز الهضمي بيبقى نتيجه ان هم ما اتبعوش النظم الغذائيه الصحيه، يعني زودوا شويه في اكل الدهون في الاكل، ما اتبعوش ان احنا ناخد 3 تمرات ونجرح صيامنا بيهم ونصلي وبعدين ناكل. فدول اكتر ناس بيصابوا بمشاكل او التهابات في الجهاز الهضمي والقولون. دايما السحور يبقى خفيف عشان لو تقلت فيها الجوع بالنهار كتير. دايما تاخد فيه قيمه غذائيه متكامله زي ما احنا قلنا، من كربوهيدرات لبروتين لفيتامينات ومعادن، الياف عاليه، نزود فيه شرب الميه، بناخد مثلا الحاجات الكويسه قوي في رمضان الفول، ان انا ممكن اخد 3 4 معالق فول في السحور مثلا. بس اللي عنده قولون ممكن يبقى الفول مهروس تماما. مظبوط. ممكن ياخد جبنه مكانه، ممكن ياخد بيض كمصدر من مصادر البروتين اللي بتقعد فترات اطول، وخصوصا لو ارتبطت بالنشويات شويه، زي مثلا ان انا اخد نص رغيف بلدي او رغيف سن مثلا او 2 شريحة توست. باخد معاهم طبق سلطه صغير او خيارتين مثلا، مفيش مشكله، او ثمرتين فاكهه كنوع من انواع الالياف اللي بتقعد معايا فتره اطول في فتره الصيام. ناخد كوبايه الزبادي، ودي مهمه جدا في رمضان، اللي بتقلل لي الاحساس بالعطش اثناء فتره رمضان. الناس اللي بتتبع حميه غذائيه وبتحاول انها تعمل انقاص وزن ممكن تحط نص ليمونه على كوبايه الزبادي في فتره السحور، ودي من الحاجات اللي ممكن تساعد معايا في انقاص الوزن وخصوصا في منطقه البطن. يعني لازم يكون في نظام معين يتبعه الانسان بالذات في فتره السحور او فتره كمان رمضان لو هو كمان عايز يخس. يعني هيك شايف ان في روشته تانية ممكن نقولها لو حد عايز يخس في رمضان؟ الاشخاص اللي بيحاولوا يعملوا انقاص وزن في رمضان ما يحرموش نفسهم، يقولوا، لان زي ما عارفين ان احنا في رمضان في 3 انواع من الناس. في ناس بتيجي في شهر رمضان يقول لك انا بخس، وفي واحد تاني يقول لك لا انا شهر رمضان بدخن فيه 4-5 كيلو، وفي ناس تانية بتطلع زي ما بدخلت زي ما خرجت. دايما بنقول ان في رمضان نحاول ان احنا ننظم نفسنا. هو رمضان مشكلته الوحيده ان احنا بنقعد فترات طويله من غير اكل، بناكل فتره بالليل اكتر من بالنهار، وكل دي حاجات ممكن تساعد معايا ان معدلات حرقتي يبقى اقل. ما بنشربش ميه بصوره كافيه، اللي هي من الحاجات برضو اللي بتزود معانا معدلات الحرق، فبالتالي معدلات حرقي بتبقى اقل في رمضان، لان الجسم ما ينفعش ان معدلات حرقه تبقى عاليه طول النهار ما
فبالتالي لو زادت ممكن تاكل من جسمه وتعمل له مشاكل في العضلات، مشاكل في حاجه ثانيه. فسبحان الله ربنا بيقلل لي معدلات التمثيل الغذائي شويه وبيحسن لي في تنظيف الجسم وتحسين صحته على حساب معدلات الحرق. طب استاذن حضرتك عشان معانا تليفون هدى بقالها كتير قوي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه مريم. اتفضلي حضرتك، سؤالك للدكتور. انا السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا عندي السكر اكتشفته من حوالي 6 شهور. تمام. من اخر مره حللت من حوالي 10 ايام كان 110 على 135. 110 على كام؟ 135. 135 تمام. كنت محلله قبلها بشهر 12 كان 148 258. تمام. وكنت في شهر 10 اللي قبله محلله كان نفس التحليل هو الاخير اللي هو 110 على 135. تمام. طيب انا كده ممتنعه عن اي حاجه سكريه باكلها خالص. اي مواد سكريه؟ انت استعملتي علاج للسكر؟ لا. اه يعني انت ما بتاخديش علاجات، انت منظمه اكل بس؟ نهائي، ما باخدش علاجات نهائي، بس برضه امتنعت عن كل السكريات، كل العصاير، كل اي مواد فيها اي سكريات امتنعت عنها نهائي. وزنك زايد؟ لا مش كتير، حوالي بتاع 170 170. الوزن انا طولي 175. اه والوزن قد ايه؟ حوالي 170. 100؟ 170 او 160. بس الحدود دي عشان ما وزنتش بقالي شويه، بس انا نزلت عن الاول. طيب انا عايز اعرف يعني ممكن الواحد لما يفطر ياكل حاجه مسكره برضو على الفطار او كده او بعد الفطار؟ انا ممتنعه خالص نهائي. طيب حاضر، شكرا يا مهدى. شكرا، مشكورك يا فندم. فعلا مرضى السكر يا فندم، فهل ليهم روشته معينه؟ وللاسف مرضى السكر في رمضان بيبقى الموضوع متلخبط معاهم شويه، وخصوصا هم لما بياكلوا حاجه مسكره، ولا هو بيستعمل ادويه خارجيه زي الانسولين، من الحاجات اللي ممكن تعيقه شويه في الصيام في بعض الناس. بس الاشخاص اللي هم ما بيستخدموش اي علاجات خارجيه او بيستخدموا علاجات دوائيه فقط، حاجات بسيطه، الصيام بالنسبة لهم مفيد جدا، وآخر رمضان بتلاقي موضوع السكر عندهم متنظم. بس ننصحهم ان هم ما يزودوش السكريات أثناء فترة الفطار، ما يحاولوش ان هم يعملوا مجهود عالي قبل الفطار مثلا بساعتين ثلاثة زي ما احنا قلنا، دول ممنوع بالنسبة لهم. لأن ده ممكن يوطي السكر وممكن يخش في غيبوبة. ما يحاولوش ان هم يناموا قبل الفطار بساعتين ثلاثة، لأن ممكن السكر يبقى واطي قوي فممكن يخش في كومة سكر واحنا ما نعرفش. يحاولوا ان هم ينظموا وجباتهم وياخدوا نشويات مركبه، ما ياخدوش سكريات احاديه. لو هيفطروا ممكن ياخدوا بلحايه او اتنين او تلاته بالكتير قوي، ما ياخدوش حاجات مسكره تانية، ممكن ياخدوا معاها كوبايه ميه، او يلغوا الموضوع ده وياخدوا كوبايه عصير مثلا فيها معلقه او معلقه ونص سكر، وبعدها بنص ساعه مثلا بيفطر. بتاخد نسبه نشويات زي ما قلنا كعيش او رز، بس مش بكميات كبيره، مثلا من 6 ل 9 معالق مثلا رز او مكرونه، ويفضل المكرونه بالنسبه لمريض السكر افضل. تحاول انها تاخد نص رغيف بلدي مثلا، ما يبقاش العيش الابيض. تحاول انها تزود شويه البروتين عشان يقلل لها ارتفاع نسبه السكر بصوره عاليه. لو هتاخد سناك بين وجبه ووجبه ممكن تاخد بضايه او كوبايه زبادي يبقى افضل. وتحاول ان هي ما تاكلش حلويات اثناء فتره السحور عشان ما توطلهاش وتعلي لها السكر فتره الصيام. دكتور هشام النصيب بشكرك جدا يا فندم، والوقت انتهى معاك، بس انا استفدت جدا، وبالتالي كمان الساده المشاهدين اكيد يكونوا استفادوا. ميرسي جدا على الروشته. شكرا يا فندم. شكرا. والدكتور هشام الوصيف هو استشاري السمنه والنحافه والعلاج الطبيعي، بشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. ويوم سعيد ان شاء الله. شكرا. الله يسعدك. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، واخر فقره معانا في نهارك سعيد، فخليكم معانا.